مشاهدينا اهلا بكم الى تفاصيل نشاط الاخبار. البدايه بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يدعو إلى نظام دولي جديد قائم على المساواة بين الدول والتفكير في سبل إعلاء قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة تعزيزا للتعاون الدولي في خطابه خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة، ويلح على عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجددا مواقف الجزائر الثابتة في اعتماد الحوار والحلول السلمية في حل الأزمات. دولياً 4 شهداء وعشرة المصابين في عدوان صهيوني جديد على مخيم جنين وقطاع غزة، والرئاسة الفلسطينية تدعو إلى تدخل دولي لوقف العنف ضد الفلسطينيين. مشاهدينا أهلاً بكم من جديد. الجمعية العامة للأمم المتحدة محفل دولي هام تؤكد خلاله الجزائر مبادئها الثابتة ورؤيتها القائمة على مبدأ الحوار والحلول السلمية، ثبات في المواقف ونصرة للقضايا العادلة، عقيدة راسخة تجلت في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي ألقاه خلال أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفع في خطابه أمام رؤساء وقادة دول العالم من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم، معربا عن تطلعه إلى عالم يسوده الأمن والازدهار والرفاه الإنسانية. السيد الرئيس استفاض خلال خطابه في استعراض مواقف الجزائر الثابتة إزاء القضايا الدولية الراهنة ونصرتها للقضايا العادلة في العالم، مؤكدا ضرورة اعتماد الحوار وتغليب الحلول السلمية السياسية لحل مختلف النزاعات والأزمات. كما دعا السيد الرئيس في خطابه أيضا إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن كأولوية للمجموعة الدولية وفق منهج متكامل وشامل يضمن تمثيلا أكثر شفافية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر ناضلت منذ حوالي 50 سنة من منبر الأمم المتحدة من أجل نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول. إن في هذه القاعة التي تسع العالم بإسره وبتنوعه واختلافه نطمح إلى أن تترسخ في قناعتنا جميعا بأن الحوار والنقاش بيننا مطلب ملح ناضلت من أجله شعوبنا من أجل عالم التعايش والتعاون والتضامن والمساواة بين الأمم. ومن هنا ناضلت بلادي منذ حوالي 50 سنة خلت، ومن هذا المنبر بالذات، عن مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي، ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة. وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا السيد الرئيس إلى التفكير في سبل إعلاء قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
تعزيزاً للالتزامات الجماعية التي تفضي إلى المزيد من التعاون الدولي. لقد حان الوقت للتفكير معاً في سبل إعلاء قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التزاماتنا الجماعية وإرساء الأسس المتينة التي تفضي إلى المزيد من التعاون العالمي الفعال بشأن القضايا الرئيسية حتى نتمكن من إشعاع السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل عالم متعدد الأقطاب. رئيس الجمهورية وهو يؤكد استعداد الجزائر لتبوؤ مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن حاملة لآمال شعوب القارة الإفريقية والعالم العربي، جدد شكره لكل الدول التي صوتت لصالح الجزائر، مؤكدا الحث على صون هذه الثقة ومشددا على أن الجزائر ستسخر خبرتها الثرية في مجال الوساطة وتغليب التسوية السلمية في حل النزاعات. إن الجزائر التي تتأهب لتبوؤ مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن تعي ثقة المسؤولية الملقاة على عاتقها بالنظر للتحديات الجمة التي تواجهها المجموعة الدولية، وأغتنم هذه السانحة لأجدد الشكر لكل الدول 184 التي صوتت لصالح بلادي، وهي ثقة ستحرص الجزائر على صونها أثناء عهدتها بالمجلس، وستسعى على تجسيدها بالتعاون الوطيد في مع كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي هيئة الأمم المتحدة، وتسخير خبرة الجزائر الثرية في مجال الوساطة وتغليب الحلول السياسية والتسوية السلمية للنزاعات. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر التي تعي جيداً ثمن الحرية لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية، مجدداً المطالبة بإلحاح لعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أدعو من هذا المنبر مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية الحل الدولتين التي يحظى بإجماع دولي، مع تجديد المطالبة، وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها. وأكرر، مع تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الجمهورية جدد في خطابه موقف الجزائر المتطلع إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية التي لا تزال محرومة من حقها الأساسي في تقرير المصير. نتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروماً من حقه الأساسي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن سنة 1991، ووافق عليها الطرفان، والتي تظل تنتظر التطبيق.
وحول الأزمة في ليبيا، أكد السيد الرئيس أن الجزائر تبذل قصارى جهدها للعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة في هذا البلد الجار والشقيق، مجدداً دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم ويمكنهم من الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. ما يتعلق بالوضع في ليبيا الشقيقة، أؤكد هنا دعمنا لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم ويمكنهم من الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادة وسلامة أراضيها. السيد الرئيس جدد عزم الجزائر على مواصلة جهودها لمرافقة مالي لتجاوز الصعوبات التي يعيشها هذا البلد الشقيق. بخصوص الوضع في مالي، أجدد عزم الجزائر التي تتولى ريادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة في اتفاق سلم المصالحة المنبثق عن مصاري الجزائر على مواصلة جهودها لتجاوز الصعوبات التي يعيشها هذا البلد الشقيق. وحول الأزمة المستجدة في النيجر، جدد السيد الرئيس رفض الجزائر اللجوء إلى القوة لفض النزاعات، مؤكداً ضرورة العودة إلى النظام الدستوري. بالنسبة لوضع المستجد في الجارة النيجر، فالجزائر تؤكد تمسكها بالعودة إلى النظام الدستوري بالطرق السلمية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام متطلبات دولة القانون، وتدعو إلى توخي الحذر أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي. خطاب السيد رئيس الجمهورية من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تتابعونه كاملا عقب نشرة الثامنة عبر قنوات التلفزيون الجزائرية. هذا وكما تشاهدون على شريط الأخبار الهام، يجري رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذه الأثناء محادثات مع نظيره الجنوب إفريقي السيد سيريل رامافوزا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. كما استقبل السيد رئيس الجمهورية قبل قليل بمقر الأمم المتحدة نائب رئيس جمهورية أوغندا السيدة جيسيكا روز ألوبو. هذا ونوه مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح جوجيل، نوه عاليا بمضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بنيويورك، مؤكدا أنه جاء تتويجا لمسار التقويم والتجديد وأعاد إحياء مجد الدبلوماسية الجزائرية في الذاكرة الأممية وصدى صيتها العالي الذي ذاع في الآفاق بفضل مرتكزاتها وثوابتها التي ميزتها منذ عقود، بفضل المواقف المشرفة للجزائر والنهج القويم لسياساتها الخارجية المستلهمة من قيم ثورة نوفمبر الخالدة، دبلوماسية متفردة. يضيف بيان مكتب مجلس الأمة تسعى إلى تحقيق التوازن في العلاقات الدولية متبنية الحياة الإيجابية ومتمسكة بفضيلة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤمنة بالتعايش السلمي وبمبدأ عدم الانحياز فعلا وممارسة، وترافع من أجل تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، وتدعم حق الشعوب الدائم واللامشروط في تقرير مصيرها، وتناضل ضد الاستعمار وفكره المقيت في فلسطين والصحراء الغربية وفي كل مكان في العالم.
وفي هذا الإطار نوه مكتب مجلس الأمة بحرص السيد رئيس الجمهورية في خطابه على تذكير العالم بمطلب الجزائر الثابت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، خطاب أكد شرعية المكانة الرائدة التي اكتسبتها دبلوماسية بلادنا واستحقها لثقة واحترام المجتمع الدولي، مضيفا بذلك رفعة جديدة للدبلوماسية الوطنية في الجزائر الجديدة. من جهته أشاد المجلس الشعبي الوطني بمحتوى خطاب السيد الرئيس وما تضمنه من عمق في الطرح وصدق في التوجه النابع من أصالة شعبنا وتراكمنا الحضاري. المجلس الشعبي الوطني أكد أن رئيس الجمهورية حلل في خطابه السياقات الدولية الراهنة وأبان عن حجم التحديات التي تواجهها الإنسانية نتيجة الصراعات والصدمات واستعمال القوة في حل المشاكل ومعالجة الأزمات المتفاقمة في كثير من بؤر التوتر في العالم. خطاب رئيس الجمهورية عزز دبلوماسية الجزائر الفاعلة والمتفاعلة مع قضايا الراهن وأكد توجهها نحو وجوب استعادة القيم وترقيتها وبسط السلم وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق الأمن العالمي. اجتمع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس بمقر الوزارة مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بحضور إطارات سامية من وزارة العدل، وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض ومناقشة مختلف انشغالات الاتحاد لا سيما تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية. وبعد نقاش ثري ومثمر تم الاتفاق على تشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل لحصر ودراسة المسائل الخلافية في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، كما تم الاتفاق على تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري، فضلا عن إنشاء آلية دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية. نشاطنا متواصلة وفيها أيضا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بالانفتاح الاقتصادي على القارة الإفريقية، تدشين أول بنك جزائري بالخارج، بنك الاتحاد الجزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. والآن يتجدد موعدنا مع النشاط الاقتصادية في تقديمها ياسين حسيني. تفضل ياسين. شكرا لك فازيلي. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة الاقتصادية. بداية وتعزيزا للاستثمار والتبادلات التجارية بين الجزائر وإفريقيا، تم اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تدشين بنك الاتحاد الجزائري، وهو أول بنك جزائري يفتتح بالخارج. مراسم افتتاح بنك الاتحاد الجزائري الذي يعد ثمرة شراكة أربعة بنوك عمومية جزائرية أشرف عليها كل من وزير المالية العزيز فايد ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، إلى جانب وزير المالية الموريتاني إسلم ولد محمد أمبادي ووزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني المرابط ولد بن ناهي ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد لمين ولد الذهبي ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب سفير الجزائر بموريتانيا محمد بن عتو. هذا وسيتم بالمناسبة تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية. إن البنك الاتحاد الجزائري الذي هو حاصل شراكة أربعة بنوك عمومية جزائرية كبرى تتمثل القرض الشعبي الجزائري والبنك الجزائري الخارجي والبنك الوطني الجزائري والبنك الفلاحة والتنمية الريفية
يعد بنكا مصادقا عليه من طرف البنك المركزي الموريتاني لإجراء كل العمليات التي ينصها القانون البنكي. يتمتع البنك الاتحاد الجزائري برأس مال قدره 50 مليون دولار أمريكي، وبمهارة بنكية مثبتة وبنية تحتية حديثة تجعله يستجيب لتطلعات متعاملين بلدينا. هو يوم بالنسبة لنا يوم تاريخي بالنسبة للعلاقات الجزائرية الموريتانية. العلاقات الجزائرية الموريتانية لا تستدعي التفكير أنها يعني معمقة ومغروسة في تاريخنا العريق بين الدولتين وبين الشعبين. عندنا تاريخ مشترك، عندنا مصير مشترك، عندنا أهداف مشتركة، عندنا جغرافية مشتركة، عندنا دين مشترك ولغة مشتركة. إذا نتقاسم مع إخواننا الموريتانيين كل شيء، وأهدافنا كذلك مرسومة بطريقة وباستراتيجية مشتركة تكاملية. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فخامة الرئيس محمد الشيخ الأزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إرادته بتطوير هذه العلاقة وتنويعها والمضي بها إلى الأمام حتى تصل المستوى الذي يناسب طبيعة العلاقات بين الشعبين الجزائري والموريتاني. اليوم يعني فرحة كبيرة من عند المتعاملين الاقتصاديين أنه اليوم كان فيه تدشين يعني أول بنك في جزائري في الخارج وفي موريتانيا اللي رايحة تمد قوة كبيرة متعاملين اقتصاديين لمصدرين، لأن المنتوج الجزائري هو ذو جودة عالية ويعني ومعروف هنا في موريتانيا في كثير من البلدان، ولكن العائق اللي كان عندنا اليوم إن شاء الله راه تنحى، والبنك هذا راح يقوي يعني العلاقات بين شركات جزائرية والموريتانيا باش رقم أعمال تاع التصدير إن شاء الله يرتفع بشكل كبير. الجيرين بنك برؤوس أموال جزائرية خلق في ديسمبر 2022 avec un capital social de 50 مليون دولار. المغزى من وجود الجيرين بنك هنا هو أن نسمح للمتعاملين الجزائريين بالاستثمار في موريتانيا وتسويق منتجاتهم هنا، وهذا من أجل الولوج إلى دوطخ مارشي في إفريقيا ليس فقط في موريتانيا. من هم زبائن البنك؟ زبائن البنك هم أولا المتعاملين الجزائريين والمستثمرين، وثانيا هناك كذلك متعاملين موريتانيين سوف نساعدهم على تمويل عملياتهم التجارية هنا. هذا وأشرف كل من وزيري. إذن وزيري التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ووزير المالية العزيز فايد رفقة وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني المرابط ولد بناهي أشرفوا على أشغال الطبعة السادسة لاجتماع مجلس الأعمال المشترك الجزائرية الموريتاني بحضور عدد من المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. ونبقى مع البنوك، حيث اختتمت أشغال اجتماع محافظي البنوك بل البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربي، وتوجت الأشغال بجملة من التوصيات التي تصب في ضرورة تعزيز وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه القضايا العالمية المطروحة في ضوء التطورات الراهنة وتداعياتها على اقتصاديات الدول العربية. هدى روابح والتفاصيل. التركيز على التفاعل بين السياسات النقدية والمالية بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي حظي في اختتام أشغال هذا الاجتماع بعدد من العروض الهامة بين هاتين السياستين الهامتين في ضوء التطورات العالمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصادات العربية والقطاع المالي والمصرفي. إن الوضع في المنطقة العربية يتطلب مزيدا من التضامن والعمل لتحديد السياسات الاقتصادية لمواجهة التقلبات الدورية. وأشير إلى أن صندوق ضبط الإيرادات بالجزائر مكن من امتصاص جزء معتبر من تقلبات سعر النفط منذ 2014. موضوع هام اللي هو التقنيات المالية الحديثة، استخدام التقنيات، تطور العمل البنكي، الرقمنة في القطاع البنكي، وكيف من الممكن أن يتحقق الاستقرار المالي، وأيضا رفع مستوى التنسيق بين البنوك المركزية ومع المؤسسات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية يلي اليوم عم تلقي بظلالها على الاستقرار في المنطقة وفي العالم.
من جانب آخر، أكد المشاركون على أهمية تعزيز آليات الدفع والتحويل بين الدول العربية لما لها من أهمية في تطوير التكامل المالي الإقليمي وللنهوض باقتصاد الدول العربية والحفاظ على المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للمواطن. بقصر المعارض الصنوبر البحري انطلقت اليوم فعاليات الطبعة الثانية للصالون الوطني للتجارة والخدمات الإلكترونية، وذلك بحضور كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تيكي. الصالون عرف مشاركة 85 عارضا ينشطون في مجالات عدة. الخدمات الإلكترونية في الجزائر السنة الماضية كان هناك 20,000 مشارك ولا زائر، السنة هذه 50,000 وأكبر وعدد أكبر من العارضين. تلقينا بالكثير من السرور، أيضا عدد كبير من الشركات التي أطلقت الخدمات تاعها اليوم، عدد كبير من موردين الخدمات الجدد في هذا المجال، وهذا ما يدل على أن قطاع الخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية هو في تطور مستمر، وذلك بطبيعة الحال بفضل الثقة اللي اليوم راهي تطور بطريقة إيجابية. الواحد يعني قبل ما يمارس نشاط التجارة الإلكترونية لازم يكون عنده سجل تجاري، يعني كاين شرطين، يكون عنده سجل تجاري ويودع اسم النطاق لدى المركز الوطني سجل تجاري، اسم النطاق هذا يكون كوم.ديزاد. وحنا اليوم رانا حاضرين يعني باش نشرحوا يعني للشباب والمتعاملين الاقتصاديين اللي حابين يدخلوا في هذا المجال. إلى فعاليات المعرض الدولي لمنتجات الخشب في يومه الثاني. المعرض الذي يعرف مشاركة 70 عارضا أجنبيا يهدف إلى مواكبة التحديثات العصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات لتطوير مجال صناعة الخشب، وهو فرصة أيضا للمتعاملين الاقتصاديين لتبادل الخبرات وعقد صفقات. التغطية لوهيب هوام. لضمان جودة عالية للأثاث والاستمرارية ومواكبة كل التحديات العصرية، يحرص العارضون على استخدام أحدث التكنولوجيات لتلبية أذواق ورغبات الزبائن في هذا المعرض الدولي. المشروع تاعنا حنايا الأساسي اللي رانا مبازين عليه 100% هو المشروع تاع شلغوم العيد ميلاد. هذا المشروع الأول والأكبر إفريقيا بإذن الله. هذا المشروع راح مبني على مخلفات الخشب، هذا راه يخدم عمال مباشرة وغير مباشرة، راح يوظف عمال إطارات تقنيين ديزانجينيور تاع الجامعة، وراح يحتكوا مع الإطارات والتقنيين من تركيا من ألمانيا، راح يكتسبوا الخبرة، راح تعود أي جزائرية خبيرة. رانا عندنا استعداد باش نشاركوا في المعارض الدولية خارج الوطن باش يكون عندنا فرصة للتصدير أكثر ونعطيه الإضافة باش نحافظوا على الحرفة هذه. فعاليات الصالون متواصلة تشهد مشاركة دول أجنبية من أجل عرض منتجاتها والبحث عن فرص الاستثمار في السوق الجزائرية الواعدة. هي المشاركة الثانية لنا هنا بالجزائر. بالنسبة لنا السوق الجزائرية في قطاع الخشب مهمة وواعدة جداً. معرض الجزائر أتاح لنا فرصة التعريف بمنتوجاتنا وعرضها للمتعاملين بحثاً عن فرص أخرى للاستثمار. يعتبر معرض ألجيريا وودتك الحدث الاقتصادي الأهم من حيث عدد المشاركين، حيث يوفر للمتعاملين الناشطين في قطاع الخشب فرصة للتعريف بمنتجاتهم. إلى إنجلترا، حيث تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في إلى 6.7% خلال الشهر الماضي، وذلك قبل يوم من القرار المتوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى. هذا وكان بنك إنجلترا توقع الشهر الماضي أن التضخم سيرتفع شهر أوت قبل أن ينخفض بشكل حاد، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف.
تراجعت أسعار النفط اليوم قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الغموض لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.86% إلى 93 دولارا و53 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89 دولارا و73 سنتا للبرميل. شهدت أسعار الذهب استقرارا في المعاملات الفورية اليوم لتسجل 1930 دولارا و09 سنتا للأوقية. وانخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب 0.1% إلى 1951 دولارا و10 سنتات للأوقية. ختام النشرة بصرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام النشرة الاقتصادية، موعدنا يتجدد غدا. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. شكرا لك ياسينيا. بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المجلس الإسلامي الأعلى، أشرف اليوم رئيس المجلس بو عبد الله غلام الله على انطلاق الموسم الاجتهادي الثقافي بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي ورؤساء العديد من الهيئات الوطنية. وفي المناسبة تأكيد على دور المجلس كمؤسسة دستورية ومرجعية تحافظ على الهوية الوطنية وترسخ مبدأ الوسطية وتعزز القيم الوطنية والدينية. كما تم بالمناسبة عرض حصيلة نشاطات المجلس الثقافية والدينية للموسم الفارط. في هذه السنة مثلا سجلنا ما يزيد عن 90 نشاط خلال السنة هذه، من المحاضرات والندوات والعمل التفاعلي والعمل مع الجامعات. إذن عندنا تفاعل مع الجامعات بصفة عامة في موضوعات مختلفة، سواء في الاحتفالات أو في المواسم أو بالنشاط الثقافي الذي يهم الشباب والمجتمع بصفة عامة. في إطار جهود إدماج المحبوسين، تم اليوم بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تم إمضاء اتفاقية للتعاون والشراكة في مجال محو الأمية لفائدة المحبوسين مع الجمعية الجزائرية لمحو الأمية إقرأ. الاتفاقية تجسد نموذجا واقعيا للجهود التي تبذل لبناء منظومة عقابية تستجيب لأرقى المعايير الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان ومعاملة المحبوسين ورفع من مستواهم الفكري. في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي اصدرتها وزارة التربية الوطنية، تواصل مديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع جمعية إقرأ في مساهمة التكون وكذلك التكفل بالمحبوسين في مجال الرفع من مستواهم الدراسي من بداية من محو الأمية، سواء كانت أمية من لا يعرف الكتابة والقراءة أو حتى الرقمية والثقافية. نحن اليوم بصدد تحيين هذه الاتفاقية من أجل تحديد مجالات التعاون والتكامل لكلا الطرفين في إطار العمل المشترك بغية تطوير نشاطات محو الأمية والقضاء على ظاهرة الأمية لدى المحبوسين. في ذاكرتها الجمعية، نظمت اليوم جمعية مشعل الشهيد ندوة فكرية حول الدستور الجزائري وأهم المراحل التي ساهمت في إرساء ثوابت الدولة الجزائرية، وذلك بمشاركة باحثين في المجال الدستوري والقانوني.
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الرابع للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بنادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة تحت شعار الوفاء والاستمرارية بحضور مندوبي 54 ولاية وممثلي المكاتب الجهوية. وليد ساري. على مدار يومين وتحت شعار الوفاء والاستمرارية انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بنادي الموقع للجيش الوطني الشعبي. وجب علينا جميعا كمتقاعدين ماذا بينا نكون فعالين في المجتمع المدني وماذا بينا نكون إيجابيين بالنسبة للدولة هذه. ربما تلاحظوا بعد فينا مبتورين، فينا اللي كبروا خلاص ما عادوش يقدروا يوقفوا. ما نقول ما درناش مزية في الوطن هذا، درنا واجبنا وما زال على عهدنا اللي قسمنا عليه النهار ونبقاو عليه إن شاء الله. نحب نكونوا فعالين، نحب نكونوا نقدروا نزيدوا نمدوا، نقدروا نزيدوا نعاونوا الوطن هذا إذا كان في حاجة لتضحية. المؤتمر عرف حضور مندوبي 54 ولاية وممثلي المكاتب الجهوية. هذا وسيعرف المؤتمر تجديد الهيئة التنفيذية للمنظمة وكذا البحث في كل المسائل المتعلقة بمعيشة متقاعدي الجيش وحصر جميع انشغالاتهم في شكل توصيات تقدم إلى الوصاية مع البحث عن كل السبل التي تساهم في لم الشمل وتقوية الجبهة الوطنية. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 سبتمبر الجارية عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين متفرقتين عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير 5 قنابل تقليدية الصنعة إثر عملية بحث وتفتيش بتلمسان. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 60 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 9 قناطير و70 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 118,596 قوسا مهلوسا، وبكل من تمن راست وإن قزام وبوج باج مختار وإن ميناس. أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 291 شخصا وضبطت 46 مركبة و124 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن و130 قنطارا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 57 شخصا آخر وضبط 14 بندقية و80 قنطارا من مادة التبغ و235 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و15,512 وحدة من مختلف المشروبات، وكذا 73,403 وحدات من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب11,851 لترا بكل من
بين تبسة وسوغراس والطرف. من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 88 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 84 مهاجرا غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. ودوليا وفي الملف الفلسطيني، استشهد فجأة اليوم شاب فلسطيني من قرية ماركا جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيونية لترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين الليلة الماضية إلى 4 شهداء وإصابة 30 آخرين بجروح. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. عودة إلى أخبار الوطن، وبمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية تم اليوم بجامعة الجزائر 3 بدال إبراهيم بالعاصمة الافتتاح الرسمي للموسم الرياضي الجامعي. مراسم الافتتاح أشرف عليها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري رفقة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد. وبالمناسبة تأكيد على جعل الجامعة الجزائرية قاطرة لإعداد رياضيي نخب ومؤهلين لتمثيل الجزائر في مختلف المنافسات والبطولات. ختام النشرة إلى تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يدعو إلى نظام دولي جديد قائم على المساواة بين الدول والتفكير في سبل إعلاء قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة تعزيزا للتعاون الدولي في خطابه خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة، ويلح على عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجددا مواقف الجزائر الثابتة في اعتماد الحوار والحلول السلمية في حل الأزمات. دوليا 6 شهداء وعشرات المصابين في عدوان صهيوني جديد على مخيم جنين وقطاع غزة. ورئاسة الفلسطينية تدعو إلى تدخل دولي لوقف العنف ضد الفلسطينيين. لكم مني أطيب المنى، في أمان الله.